السلام عليكم، معاكم اخوكم السيد علي من الاسماعيلية مصر. ان شاء الله تعالى نشرح النهاردة السدال بكل اشكاله. بس قبل ما نشرح السدال بكل اشكاله عايزين ناخد مقاسين مهمين قوي، اللي هو مقاس الكتف، هنقول 40 سنتي ده الكتفين يا جماعة. ال 40 سنتي ده يعني الواحد جسمه اهو نص الكتف 40 ونص الكتف تاني، نص الكتف 20 ونص الكتف التاني 20. وعندنا الدراع 60 سنتي والدراع التاني 60 سنتي، يبقى احنا عندنا 20 و 60 سنتي، يبقى عندنا كام؟ 80 سنتي. يبقى احنا دلوقتي بنشتغل على مقاسين، والمقاسين دول اهم من بعض، اللي هما ايه بقى؟ مقاس الكتف ومقاس الدراع. يعني بمعنى صح ان احنا محتاجين نص بطول كام؟ بطول 2، عندنا 60 سنتي يعني 80 سنتي، وهنزود عليهم 2 سنتي خياطه، وعلى الاقل حاجه 82 لحد 85 سنتي. طيب ال 85 سنتي دول بتوع ايه؟ دول اللي بيجيبوا من اول الدراع للدراع الثاني، يبقى عندك 85 و85 ماشي، يبقى كام؟ 8 و8 16 و1 17، يبقى عندك 170 سنتي. يبقى احنا عايزين من الدراع ده لحد الكتف والكتف الثاني طول 170 سنتي. 170 عباره عن ايه؟ نص الكتف ده هو ال 20 سنتي ده في ناحيه، زائد 20 سنتي زائد 60 سنتي كم، يبقى دول 80 سنتي، و2 سنتي خياطه يبقى 82 سنتي. طيب طول السدال كام؟ طول السدال بيعملوه 150 سنتي على طول. اما بقى اذا كانت واحده طويله قوي ممكن نطولها ونخليها اكتر، نخليه 155 157، لكن في المتوسط 150 مشغل 90% من الستات. يبقى دلوقتي انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج نص الكتف اللي هو 20 سنتي او 21 سنتي، وطول الكم اللي هو ال 60 سنتي. يبقى انا محتاج كام دلوقتي؟ يبقى انا محتاج 82 سنتي، دول لازم نحفظهم. ومحتاجين طول السدال كام؟ 150 سنتي. دول لو حفظنا الكلمتين اللي انا بقولهم دول هنعمل اي شكل من اشكال السدال. ازاي بقى نفهم الكلام ده؟ احنا بنشتري القماشه 3.5 متر، اهي مفروضه دي كده القماشه على بعضها، حتى لو متطبقه مجوز اهي، بتبقى كام؟ 3.5 متر مثلا. في عرض كام بقى؟ في عرض 150، يعني عرض القماش كده 150، وهنفرض ان دي كام؟ 3.5 متر. يبقى السدال ده هياخد كام؟ هياخد 3.5 متر في عرض 150 بتوع القماش اللي هو الاثنين. نيجي ناخد 50 سنتي نخصمهم من ال 3 متر ونشيلهم، هيفضل لي 3 متر كاملين. يبقى انا كل اللي انا اخدته 50 سنتي، 50 سنتي دول هيبقوا الطرحه هنلبسها بعدين. يبقى 50 سنتي في 1.5 متر الطرحه. وفي بقى ناس بتركب شريط وحليه من الناحيتين، فالطرحه دي بتوصل ل 160 165 سنتي. يبقى الطرحه اتاخدت من نص متر، كل الورش والمصانع بيعملوها نص متر في عرض القماش. يبقى احنا كده خلصنا الطرحه. هيفضل لنا كام من ال 3.5 متر؟ لما ناخد منه نص متر هيفضل لنا 3 متر بالظبط. طيب هنقسم كده 2 مقسومين 2 زي ما هم هم، يعني العرض دوت عرض 150 قسمناه بقى كام؟ بقى 100 بقى 75 سنتي، وبعدين قسمناه بقى 150 سنتي. يبقى هي دي التطبيقه بتاعت السداد. هل ده هيجيب لحد الكم الاخر؟ نسال نفسينا بقى السؤال اللي احنا سالناه في الاول، ده كام؟ 75 سنتي، عرضه 75، واحنا عايزين نص الكتف اللي هو 20، وعايزين طول الدراع كله كام؟ 62. يبقى احنا عايزين 82 سنتي لحد 85، ودي مدياني 75 سنتي، يبقى ده مش هيكفي الدراع كله. خلاص؟ يبقى عرض القماش ده مش هيوصل لحد طول الدراع لحد الاخر، هيطلع كم قصير. نعمل ايه؟ نركب السويره من هنا طولها 10 سم، طولها 15 سنتي لحد، في ناس توصلها لحد 20 سنتي، ممكن 12 سنتي على حسب طولك انت، 10 سنتي 15 سنتي. فاحنا هنقول متوسط 15 سنتي هنركب السويره. طب السويره دي اتركبت ليه؟ قالت ركبناها عشان نطول بيها الكم، علشان دي 75 واحنا محتاجين 82 سنتي. يبقى عرفتوا ليه السويره بتركب؟
عشان تكمل عرض القماش. كلام جميل. احنا هنقسمها دلوقتي ونيجي من هنا بميل نعمل مثلا 15 سنتي ميل كده، ونيجي بعد الرقبه ب 8 سنتي ونروح عاملين خط، وده بيبقى خط الميل بتاع الكتف، ونروح عاملينه ميل كده عادي. العرض ده قلنا 15 سنتي، لو قصيناه كده 15 في 15 يبقى هنطلع لنا ايه؟ لو فتحناه كده قلنا 15، لو فتحناه يبقى 30 سنتي، يعني هو كده كان 15، فلما فتحناه بقى كام؟ بقى 30 سنتي. دايما نركبه من قدام هنا بيبقى الاساور. يبقى انا كده ركبت الايه؟ الاساور بتاعت السدال، طولته بقى ال 75 وصلوا اكتر من 85 سنتي، 75 و 15 وصلوا لحد 80 سنتي. فلما الكم يبقى طويل ممكن هي بتشمره شويه على ايديها او تاثر من السدال على حسب جسمها، بس لو اتنى كده في الكم بيبقى شكله احلى. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنزود الايه؟ ال 15 سنتي من قدام. يبقى كده احنا عملنا السدال ساده ما فيهوش اي حاجه. يبقى احنا جبنا كام متر دلوقتي عشان نرجع تاني؟ جبنا 3 متر ونص، قصينا النص متر اللي هي بتاعت الطرحه، وقصينا الميل اللي هو 15 سنتي، ورحنا مطلعين منه الاساور. طبعا الاساور هنا صغيره، لكن هي في لما تكون على القماش بتطلع الصوره حلوه، 15 في 30 سنتي يعني اللفه بتاعتها 30 في 15، وانت بقى بتصغرها براحتك فبتطلع من نفس الايه؟ القماش. في ناس بقى تانية بتجيب الاساور دي قماشة تانية خالص وتديها لون، يعني مشجر على سادة، اللون اللي يعجبك، فتعمل مشجر او سادة. نيجي هنا بقى من تحت من الطول ماشي، بندوره لما بنيجي نقفل بندوره عشان خاطر ما يبقاش مجرجر قوي من الجناب كده. يبقى السدال خلص ماشي، اهو السدال اتفتح قد الصدر وقت الضهر، وفين الكمان بتاعته اللي احنا قلنا هنقصها دي عشان صغيره ضاعت بين عليها اهيت. وادي الاساور بتاعتها اللي هنطول بيها، قلنا بتبقى 15 في 30 على قد الميله، بناخدها من الميل. احنا لما بنطبق القماش مجوز كده، لما بنطبق القماش مجوز كده من فوق ما بيبقاش في خياط، ما بيبقاش هنا في خياط، فلما انا اقطعها كده بميل اجي افتحها تبقى كبيره، تبقى 30 سنتي، وبعدين في 15 سنتي نقصها، بتبقى هي دي الاساور طلعت من نفس القماش وحطيناها. دي لو هنعملها بنفس اللون يبقى ده السدال بتاع الصاله اللي قدام، وادي حطيناه وحطينا له الطرح ماشي، هو ده السدال عامه. طيب في الحته دي بقى بنحوم عليها، يعني احنا بنحوم على نغير بقى الموديلات كلها من الحته اللي احنا عملناها دول. يبقى احنا عرفنا السدال اهو كده طلع بجسم، طلع بالصدر، الصدر والظهر والكمام بتاعه والاساور بتاعته والطرح. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنلف وندور حوالين الحته دي. نيجي بقى في الصدر نعمل ايه؟ ناخد خط مستقيم كده طوله 38 سنتي في عرض 15 سنتي، يعني يديك 30 سنتي. يبقى الصدر ده عرضه كام؟ 38 في 30، 38 في 30، ونقصه ال 15 بتوعنا كده، احنا قلنا طول السدال 150 سنتي عشان ما حدش ينسى، فطلعت لنا الحته اللي في الصدر اللي قدام دي، دي بناخدها ونجيبها قماشه ثانيه لون ثاني مشجر ساده اي حاجه، نرجع نركبها ثاني. يبقى احنا عندنا موديل بتاع سدال ثاني غير الموديل الاولاني الساده اللي احنا عملناه، والاساور برده بنعملها نفس الشكل. يبقى عندنا الاساور والصدر شكل ثاني، ادي كده يعتبر ايه؟ ده كده ان احنا بنقصه بيبقى موديل. في معلومه بقى عايزين نقولها للناس اللي بتحب تركب رباط تحت الصدر، نقيس من الكتف من هنا لهنا 40 سنتي، وناخد علامه 20 سنتي، ومن جوه بنروح عاملين رباطين. عارفين انتوا الرباط؟ وما تخافوش وانتوا بتقصوا، لان السداد ده بيبقى واسع. اي عيب بتعملوه، الخياطات بتعملوه في البيوت، اي عيب هتعملوه هيتغطى في الوسع ده. تيجي من هنا يبقى
النص اهو جينا 20 من الناحيه دي و20 من الناحيه دي وعلى مسافه من فوق 40 سنتي ونروح مثبتين الشريطين من جوه. تيجي الست تربطه فبيدي لك شكل التكسيمه اللي بتبقى في قلب الصور بتاعت السدالات. يبقى الرباط ده على مسافه 40 سنتي و20 من هنا و20 من هنا. 40 سنتي ده بيبقى تحت صدرها وال20 سنتي ده بيجيب مقاس البطن كله، يعني 40 سنتي بيبقى المقاس اللي قدام. ويبقى عندك رباطين من جوه من هنا بيتثبتوا ويتعملوا. وهنا في ناس تيجي بقى على الحته الفاضيه دي بتحط شريط تطريز من بره او قماشه من بره او اي منظر من بره فيبان الحزام وعليه ايه شريط تطريز من بره كده، وتروح مخيطاه داير ما يدور. كلام جميل. ادي ده كمان موديل الصدر اللي هو بتاع اللي بتربط من جوه. خلاص هنشيل دي كده ونفكر ان احنا نعمل سدال تاني زي ما كانوا عارضينه النهارده. لو احنا مثلا عشان نبقى موضحين الصوره الكمام اللي احنا قصيناها عايزين نكبرها شويه عشان تبقى واضحه في الصوره. دوت صدر تاني غير الصدر. ده الظهر زي ما هو ما تلعبش فيه، احنا هنلعب بس في صدر تاني. هنميله ونعمل له الميل بتاعه ونركب له الكم زي ما احنا. ونيجي من هنا كده من تحت شويه من حوالي 50 سنتي او نص متر نروح مضيقينه شويه، مضيقينه 20 سنتي مثلا. ال 20 سنتي دول احنا قلنا ده مقاسه كام؟ 75 عرضه. لما يبقى 20 يبقى مقاسه 45. وهنيجي للناحيه الثانيه نفس الفكره نضيقه زيها اللي هو الظهر. وزي ما قلنا ما نخافش ان الوسع ده حتى لو انت قصدك تبوظي مش هيبان اللي بايظ في قلب الوسع ده كله. نيجي من هنا كده ونروح معلمين ونروح مطلعين دي كلها على بعضها كده. هتبقى دي بالشكل كمين، هتبقى ده كم من الناحيه الثانيه، كم من الناحيه الثانيه. وهيبقى من الناحيه الثانيه كم، وهنا هيركب لها الاسوره وهنا هيركب لها الاسوره. والسدال بتاعنا اللي هو هو السدال هيبقى في النص زي ما هو، هيبقى كده اهو الصدر والظهر فوق. لحظه وراجع لكم. عليكم السلام. استنيني لحظه بس يا حاج. ماشي. ماشي. وهيبقى نفس فكره السدال كده، وهنجيب ده قماش لون وده لون، والسدال وايه؟ هيبقى لون تاني. عارفين انتوا السدالات اللي بيبقى ليها الكم كبير بشكل لون تاني بيبقى بالشكل ده، يا دوبك بيتقطع ويتجاب من قماشه تانيه. ولو عندكم سدالين بناخد الجزء ده من سدال والجزء ده نحطه في السدال التاني، ويبقى عندنا سدالين بلونين، الكمام من واحد والظهر من والسدال التاني من واحد. يبقى سدال من واحد والكمام من التاني، والتاني الكمام من واحد والسدال من التاني. يا دوبك بس بنغير الالوان لو هنعمل سدالين. طيب في حاجة بقى تانية عايزين نقولها اللي هي الكشكشة اللي بتيجي من تحت الصدر دي. احنا مثلا نزلنا بدي 38 سنتي زي ما قلنا، 30 سنتي اللي هم دول 38 سنتي في 30. فاحنا عايزين الحتة دي مكشكشة ونروح جايين واخدينها بزاوية جامدة كده بتاع حوالي 8 سنتي. 8 و8 هيدوني 16 سنتي زيادة. دول بطلعهم بره وارميهم. هيبقى الصدر معايا اهو، اجي احطه الاقي الحته دي واسعه عليه، اروح جاي مكشكشها تحت الصدر زي ما بتيجي في الصوره، واروح ايه حاططها مره تانية. يبقى ده شكل ايه؟ شكل سدال تاني. في بقى شكل سدال تاني خالص زي اللي نزل برده النهارده منزلينه ده. بجيب الصدر وبرده كله بنفس الطريقه اللي هم 3 متر ونص، وبنفس طريقه الكم وبنفس طريقه الوسع وكل حاجه. بجيب الصدر واجي من هنا وارسم رسمه جايه كده اهو مثلا، واروح جاي مطلعها فوق. يبقى انا عندي نص السدال من تحت لون، ومن فوق بروح جاي مغير له لون تاني او ابدله مع سدال تاني. يعني انا يبقى عندي سدالين مثلا ابدله، لو انا في ورشه ببدلهم مع سدال تاني، لو انا في البيت بجيب قماش على قد دي واركبهم في دوت، فيبقى عندي السدال من تحت لون ومن فوق لون تاني. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انكم استفدتوا، واي اسئله قولوا لي عليها وان شاء الله نشرحها. السلام عليكم.